أخبار اليوم. شايف الأحزاب في مصر امبارح اتجمعت وقالت احنا هنعمل جبهة ضد الإرهاب، شايف دور الأحزاب في مصر ازاي؟ ولا أحزاب ايه؟ انت عندك كام حزب يعني؟ 180 حزب ولا واحد فيهم بيفهم حاجة؟ فين هي الأحزاب؟ انت عندك كام مليون؟ 95 مليون؟ ها؟ عامل لك كام حزب؟ كام حزب ريسبكتبل محترم يفهم يفهم اولا يعرف ان في ربنا الاول ويتكلم مظبوط، انما سمعنا اهوان ده بيشتري ده وده بيشتري ده وده بيشتري، لا 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 دور في البلد الاحزاب ما لهاش دور خالص، مش باين لها دور يعني. بس بالنسبه للاحزاب لسه مش قايمه بدور فعال، بس يعني الحمد لله الواحد مطمن على جيشه وبلده وان شاء الله الدنيا تستقر، بس هم يرتبوا امورهم يشوفوا ايه اللي جاي، لان البلد دي الحمد لله ربنا حميها قبل كل شيء، والجيش المصري ده جيش محترم بلدي يعني يضحي باخر قطره في دمه عشان خاطر ايه البلد دي تعيش. حضرتك شايف دور الاحزاب في مصر لازم يكون اقوى من كده، ولازم كله يتكاتف بالنسبه لمواجهه الارهاب ومواجهه التطرف ومواجهه الناس دي، يعني حرام برضو الناس دي يعني حرام دي يعني مخزن تضيعوا شباب مصر وابناء مصر اللي هم حاميين مصر حاميين تراب مصر وحامينها من الشمال للجنوب، وهنا نايمين في البيوت على حس الجيش وعلى حس الشرطه وعلى حس الناس دي، حرام كله ده. فيهم وفيهم يعني، في ممكن هتلاقيه كويس وفي هتلاقي، اصل الوقت انت ما بتحكمش على اي حد، البلد اتغيرت والناس اتغيرت اللي فيها كلها من ساعه ما مسكوا اللي مسكوا البلد قبل كده، احنا ما بقيناش عارفين للبلد اول من اخر، ولا عارفين نعيش فيها، ولا عارفين الأصلح من الطيب. حاليا لا، يعني كان الأول ماشي ممكن، إنما حاليا لا، حاليا كل واحد في وادي ولازم نتحد، لازم نتحد على حاجة، كل واحد ليه رأيه ومتمسك برأيه، وده واضح حاجة غلط جدا يعني. أنا مش شايف أحزاب أصلا، يعني هي من إمتى يعني دلوقتي الأحزاب كان لها دور إمتى؟ يعني من ساعه يعني من ايام الحزب الوطني والاحزاب الكرتونيه اللي موجوده، يعني حضرتك انت لو رجعت الاحزاب دي هتلاقي احزاب موجوده على الورق زي ما بيقولوا احزاب كرتونيه ملهاش اي دور، ولا لها اي دور فعلي، ولا لها اي دور تنفيذي في سواء في الشارع المصري او على الشكل السياسي او على الشكل على اي شكل من الاشكال، الاحزاب ملهاش اي دور خالص، واحنا ما لمسناش ده خالص من اي حزب موجود.